السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق حكينا عن أدوات التحديد، كيف نقوم بتحديد الأشكال ونلونه أو نقوم بتحريكه لصورة أخرى والتحكم بالتحديد بشكل عام. في هذا الدرس سوف نحكي عن أداة القطع أو Crop Tool. إذا ننتظر على الأداة شوي راح نشوف أنه الاختصار تبعه هو حرف C ويقوم بقطع الصورة لنا على هذه الشكل بصورة مصغرة، يقول لنا هلا إذا نصغر على الأداة راح نشوف صار لنا أطراف مشان نقوم بقطع الصورة فيه، أو نقدر نقوم بقطع جزئية معينة بالماوس مثل ما شفتم. هلا إذا نريد نرجع خطوة للوراء راح نضغط على الكيبورد Ctrl وحرف Z، Ctrل وحرف Z بيرجع خطوة للوراء. هلا نضغط Ctrl وحرف Z ويرجع صورة على الشكل الأصلي. هون عنا القياسات خاصة بالقطع، على سبيل المثال المربع والكثير من القياسات اللي نشوف شوي منهم. هذا القياس المربع راح يقوم بقطع الصورة لنا على شكل المربع، وهذه هي الأشكال الأخرى. يعني كل واحد فيهم اللي هو قياس معين راح تقدر تشوف وتجربهم واحد واحد. هلا إذا بنرجع على القياس الأصلي للصورة راح ونقوم بقطع شوي من الأطراف، ونقدر إذا نروح شوي خارج الإطار نقدر نقوم بدوران الصورة ونقطعه على هذا الشكل، أي نقوم بدوران الصورة. هلا إذا نتراجع كمان خطوة راح نضغط على Ctrl Z على الكيبورد، أو بنروح للقوائم على Edit ونضغط على Undo أو Ctrl Z اختصار طبعا. هلا راح نحكي كيف راح نقوم بتغيير الألوان. عندنا قائمة الأدجستمنت، إذا لم يكن موجود هون راح تروح على القوائم ويندوز وتضغط على علامة الصح من هون، إذا ما عليه علامة الصح تضغط عليه مرة واحدة ويظهر لك القائمة. عندنا أول شيء Brightness، من خلاله راح نقدر نتحكم بإضاءة الصورة إذا يكون منور أو يكون مظلل مثل ما نشوف، هيك يقوم بإضاءة ونتحكم فيه بالشكل اللي نحتاجه. هلا راح نرجع على الشكل الطبيعي ونروح لثاني أداة اللي هو أداة الليفل، كمان للإضاءة يقوم بإضاءة الصورة أو تظليله، وهون كمان للإضاءة لكن على شكل الكيرف أي قوس. وهون عنا هيوج ساتوريشن أي لزيادة الإشباع في الصورة. هلا نحذف هذول كلهم مشان نجرب على هذا المثال. راح نختار اول شيء هيوج ساتوريشن مشان نتحكم باللون ونقوم بتغيير اللون الى لون اخر. راح نختار لون اكثر واقعي مثلا على سبيل المثال. هلا نزيد شوي من الساتوريشن اي اشباع الصورة ونقوم بتغيير اللون للون اللي نحتاجه. راح نروح شوي لليمين ونحصل على لون أخضر أي أكثر واقعية، نخفف شوي ساتوريشن وإلى هذا الحد تقريبا كافي. ما تغير للبنفسجي، هلا نغيره شوي لليمين مشان يكون قريب للأزرق. هلا راح نختار ثاني واحدة اللي هو كارل بارنس أي التوازن بين السان ماجند يلو الألوان الرئيسية والألوان الثانوية، التحكم بينهم. مثلا عكس اللون الأحمر هو السان أي الأزرق السمائي، والعكس الأخضر هو الماجنتا أي بنفسجي، وعكس الأزرق هو يلو أي الأصفر. هيك نتحكم في الألوان ونقوم بتعديل بينهم، وراح نحكي درس خاص عن الألوان مشان نتعمق أكثر فيه. هلا هيك إلى هذا الحد تمام. هلا راح نضيف كمان برايتنس مشان نتحكم بالإضاءة كمان شوي، أو ليفل ما يفرق. هلا راح نختار برايتنس أو من هون أو من القوائم ما يفرق. راح نختار شوي تظليل مشان يكون أحسن، وإلى هذا الحد بشوفه كافي. هلا إذا بنروح على هذه العين اللي تشوفوه جنب الصورة ونضغط على حرف Alt ونضغط عليه راح نشوف الصورة الأصلية، هذه الأصلية وهذا بعد التعديل. هلا راح نحكي عن أداة البرش، الاختصار تبعه هو حرف B.
نقدر نرسم بالأداة بأي شكل نريده. بحرف دال على الكيبورد يقوم بتكبير الأداة أي الفرشاة، وبحرف جيم على الكيبورد راح يقوم بتصغير الأداة. هون نختار أي لون بنحتاجه، نختار طبقة جديدة ونقوم بتلوينه على هذا الشكل. هلا نشوف انه يرسم لنا بشكل شفاف شوي، بنروح فوق على الاوباسيتي ونقوم بزيادة الاوباسيتي، فوق على اوبشن بار هون نقوم بزيادة الاوباسيتي للمية على سبيل المثال، ونشوف انه يرسم لنا بالشكل حاد اكثر. وعلى هذا الشكل نرسم اي شكل بنحتاجه، وهون نقوم بتخفيف الشفافية او حدة الفرشاة. لهون راح نحذف هذه اللاير اللي سويناها ورسمنا عليه مشان يرجع الصورة لنا. هلا اذا نريد نستخدم غير فرشاة نضغط كليك اليمين على الماوس يجي لنا هذه الاختيارات. هون في ملفات نقدر نختار اي واحدة فيهم ونستخدمه في الرسم. على سبيل المثال هلا بنختار واحد فيهم ونقوم بتجربته. هلا بنختار على سبيل المثال هذا الواحد، ثاني واحدة بشوفه منيح. راح نروح نضيف طبقة أخرى ونقوم برسم، هلا نضيف طبقة جديدة أي لاير جديد ونقوم برسم عليه. على هذا الشكل نشوف إنه الفرشاة تغير شوي مش كتير، لكن مثلا إذا نريد نقوم بإضافة فرشاة خاصة قمنا بتحميله أو سويناه بأنفسنا أو أي شكل، راح نضغط على كليك اليمين نفس الشيء وبنروح فوق على الأيقونة اللي يشبه إعدادات أي الأيقونة اللي فوق هذه الأيقونة، ونضغط عليه مرة واحدة وبنروح على Import Brushes أي إضافة البرشز. هلا راح أعلمكم كيف تقوموا بتحميل الفرشاة. نجي على هذه الموقع خاصة بتحميل الفرشاة للفوتوشوب، على سبيل المثال راح نختار على شكل فاير أي النار. راح نقوم نضغط على فري داونلود وننتظر 5 ثواني لحد ما يجهز التحميل ويقوم بتحميل تلقائي. هلا بنروح على الفولدر اللي حملنا فيه الفرشاة ونقوم بفك الضغط عليه، نضغط Extract Here وهيك صار عنا الفرشاة. هلا بنرجع للفوتوشوب ونقوم باستخدام الفرشاة، هذه الفرشاة اللي تضغط عليه من نضغط على Import Brushes. هلا بنرجع على Import Brushes بنشوف فارقة، لكن هلا بنروح على الفولدر اللي حملنا فيه البرش مشان يجينا ونقدر نضيف الفرشاة. هيك تم إضافة الفرشاة. إذا نروح لتحت نشوف الملف الجديد اللي انضاف، هلا نضغط عليه ضغطة واحدة ونشوف الفرشاة صار على شكل نار. وبهذا الشكل نقدر نرسم أي شكل نحتاجه أو أي شكل نريده أو أي شكل يعجبنا، ونقدر نقوم بتحميل فرشاة مخطوطات إسلامية أو أي شيء يخطر على بالك تقدر تسويه بالفرشاة وتحمل أي فرشاة يعجبك مثل الطريقة اللي حكينا عليه كيف تقوم بتحميله. هلا نجرب كم واحدة أخرى ونشوف. ومثل ما حكينا بحرف جيم نقوم بتصغير الفرشاة وبحرف دال نقوم بتكبير الفرشاة. هلا إذا نختار واحدة ثانية مشان نشوف الأشكال اللي كان فيه موجود بالفرشاة اللي حملها، وهون أكثر من شكل. هلا راح نحكي عن خلاصة الدرس بشكل كامل. حكينا عن أدوات القط أي كروب تول، الاختصار تبعه هو حرف سي يقوم بقطع الصورة لنا، وعن حكينا عن أداة البرش أي أداة الرسم نقدر نرسم به بأي طريقة. هون حكينا عن الأدجستمنت للتعديل على الصور والألوان والإضاءة. هون نتوقف ونكمل بالدرس القادم.